السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم هو هذا الريسيفر من نوع القديم. هذا شغال ولكنه لا يخرج الصورة، بحيث إذا ربطنا مع التلفاز لا يخرج الصورة، سواء بهذا النظام هذا أو بهذا النظام أوديو فيديو. يبقى على هذا الوضع، وإن قمنا يعني بتوصيل جهاز ريسيفر آخر بواسطة هذا الكابل، سوف نجد بأن الكابل شغال. إذن هذا هو مشكل الريسيفر، أنا سوف أقوم بفتحه ونرى تابعه. هذا هو شكل الجهاز من الداخل، وأول شيء اتضح لي بأن هنا موجود هنا هذا الآي سي، يعني مستبدل حديثا، يعني أثر التلحيم عليه. المهم أعتقد بأن شخص ما حاول إصلاح هذا المشكل. إذا لحل هذا المشكل فالعملية بسيطة، سوف نجرب طريقة. إذا سوف نركب فيشة الصوت وفيشة الصورة، سوف أركب معها هذا خاص بالمالتيمتر، أوصلها مع على هذا الشكل. إذا هذا سوف أقوم بتوصيله أو تمريره أو توصيله عفوا على هذه المكتفات. المكتف يعني المسؤول عن توصيل إشارة الفيديو الصورة، سوف نكتشفه يعني بهذه العملية. أيضا كما تلاحظون لقد ظهرت صورة عند توصيلي مع هذا المكتف هذا بالضبط، لاحظوا. وهذا ليس عيب مكتفات أصدقائي. المهم هذه هي طريقتي يعني في إصلاح هذه المشاكل. فهذا المشكل يعني اعتدت على إصلاحه في هذا النوع من الريسيفرات، وكما تلاحظون بأن الصورة ظاهرة ولكنها بها تلك الخطوط و تتحرك من هنا. فالحل بسيط، هذا المكتف أكيد بأنه متصل مع هذا الترانزستور. إذا سوف أوصل يعني مع أرجل هذا الترانزستور بهذا الشكل. إذا ظهرت الصورة ولكن بها عيب آخر، وهي يعني شديدة البياض على الشكل، هي ثابتة ولكن اللون الأبيض يظهر يعني بشكل كبير. إذا ننتقل إلى الرجل الأخرى للترانزستور هذه. ها هنا ظهرت صورة. أعتذر، هذا مشكل يعني من التلفاز، يعني بعض الأحيان يتلخبط لوحده. إذا كما تلاحظون الآن الصورة الآن جيدة. أعتذر والله التلفاز سوف أعمل عليه ربما فيديو لنصلح هذا المشكل. فبه يعني أزرار بالتاتش يعني باللمس، لاحظوا يعني يحول إلى الصوت إلى آخره لوحده. المهم من هذا كله موضوعنا هو هذا الريسيفر. إذا الآن لقد حددت يعني البين المسؤول عن الصورة، وهو في هذا الترانزستور هذا. إذا ما علي فعله الآن هو يعني تلحيم سلك في رجل هذا الترانزستور هذا. هنا بالضبط، هنا في هذا الرجل هذه أوصل سلك من هنا إلى هنا إلى منفذ الفيديو في الريسيفر. إذا هذا ما سوف أقوم به، تابعوا. جيد، الآن سأقوم بالتجريب. إذا سأشغل الريسيفر الآن.
إذا كما تلاحظون الصورة الآن ها هي، إذا كما تلاحظون قمت بنزع الفيشة تختفي الصورة إذا ركبتها، ها هي الصورة. أتمنى هذا الفيديو أن يعجبكم ويفيدكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.